الله يحييكم جميعا. حنا في تطبيق مسؤول ركزنا على العائلة، وشفنا وش أكثر شيء يواجه الأسرة من صعوبات وتحديات. غالبا هذه التحديات والصعوبات هي تكون إما عدم وجود خطط أو أهداف مشتركة، أو صعوبة في تنفيذ المهام والمبادرات والأنشطة داخل الأسرة. فلذلك صممنا وطورنا تطبيق ملائم لاحتياجات جميع الأسر. حرصنا يكون التطبيق مرن وسهل ويتناسب مع جميع الفئات العمرية. وكذلك كما تعرفون، بما أن الأسرة هي العنصر الفعال والأساسي والأول في التربية دائما، ولأن رؤيتنا 2030 ترتكز على مجتمع حيوي بنيانه متين يهتم بالأسر، والأسرة هي نواة المجتمع لأنها الراعي الرئيس لاحتياجات الأبناء والحامي للمجتمع من التفكك، وهي كذلك تساعد في بناء شخصيات الأبناء ومواهبهم حتى يكونون فاعلين في المجتمع. فلذلك خرجنا بتطبيق مسؤول الذي يعزز قيمة المسؤولية لدى الأبناء من تنظيم المهام والخطط المشتركة لدى العائلة. التطبيق راح يركز على 3 قيم مباشرة، اللي هي المسؤولية والانضباطية والتعاون. والحمد لله التطبيق يقدر يغطي 4 مسارات من مسار جائزة لقمان الحكيم. أول المسارات هو المسار الواضح، تعزيز المسؤولية، وهذا بيكون من خلال المهام اللي يطلب الوالدين تنفيذها. ثاني مسار، مسار بر الوالدين، بحيث أن الأبناء بيقدرون يعرفون إيش احتياجات الآباء ووالديهم، يلبونها ويبادرون فيها ويلبون احتياجاتهم. ثالث المسار هو إجلال العبادات، فالعائلة تقدر تحط أهداف مشتركة مثل صيام الاثنين والخميس أو الصدقة أو صلاة التطوع. وأخيرا التطبيق راح يعزز الكثير من الأخلاق والقيم مثل الصبر، احترام الكبير، التعاون، التواضع. وختاما، تحمل المسؤولية يبدأ بتحمل المهمة البسيطة والصغيرة. شكرا يا عبد العزيز، ما شاء الله ملتزم الله بالوقت، يعطيك ها العافية. يعطيك العافيه. إيه لازم. والله انا من يوم شفت هالكشخه وانا عارف انك يعني امورك طيبه ما شاء الله عليك. طيب الله نشوف يسلمك. الاستاذ ثامر عاد، انت طبيت شوف الحين في المواجهه قدام الاستاذ ثامر، لانه ابو فارس كان عنده مشكله مع صح؟ فاكر انت؟ يلا نشوف استاذ ثامر. لا ما شاء الله اهنيك ما شاء الله استاذ الغالي، لكن لو جاء بعد التطبيق وقال شكرا على تطبيقكم الرائع اللي فعلا صرت من خلاله اقدر اعطي عيالي مهام، صاروا هم يعني يسارعون لتنفيذ هذه المهام، لكن هذا التطبيق خلق لي مشكله جديده، ان عيالي صاروا يكرهون بعض، لان يعني صار في تمييز لهم من خلال التطبيق، صح بالانجاز بس في النهايه العيال تعرف الله يصلحهم يحبون انهم يعني يتم التعامل معهم بعدل. شلون بتجاوب الاب هذا؟ هذا الاب طبعا التقييم في تقييم يظهر لجميع الابناء، في تقييم خاص، فيستطيع الاب انه يوجه التقييم للابن بشكل خاص بحيث انه الابناء الاخرين يعني لا يطلعون عليه ولا يكون هنالك حسد و لكن او غيره. في صلب فكرتك موجود التنافس. صحيح. نعم. ولكن التنافس الشريف يكون يعني بقياده من الوالد، ان الوالد لابد يكون حكيم، انه يعرف الابن هذا يعطيه المهمه اللي تصلح له، ما يعطيه مهمه يعني ثقيله عليه. حلو. وهو يحتاج يعني انه يكون الوالد هو الاساس في المشغل التطبيق يعني، ولكن ممكن احنا نوفر له مثل الارشادات في التطبيق، صفحه خاصه يعني لو كان في تنافس او شيء بالشراكه يعني بين المستشارين الاسريين. شكرا. استاذ عبد الله تفضل. حياك الله عبد العزيز. الله يحييك. لنفترض ان تجاوزت المشكله ذكرها ابو فارس وبدا التطبيق في التنفيذ، و ايش الاثر اللي تتوقع انه يحدث للاسره او للعائله؟ اثر كبير، اذا الاسره عرفت كل شخص انه هو قادر ان يكون عنصر فعال داخل الاسره، انه هو يستطيع ان ينجز، ان الوالدين راضين عليه من ناحيه مهامه التي يؤديها، اثر قد ينعكس حتى على الاسر فيما بينها، التناقل بين الاسر قد ينعكس على الفرد في علاقاته مع خارج الاسره، في عمله، في علاقاته في المدرسه، فهو أثره يعني هي النواة وهي الجوهر. الأسرة إن صلحت امتد الأثر إن شاء الله إلى جميع الدوائر والأوساط. عبد العزيز، لو قلت لك إنه في سؤال ثالث لك تقبل ولا؟ احنا اتركنا سؤالين، إذا هو بونص نقبل يعني. لا مش بس المهندس سليمان في سؤال كذا قاعد يقرقع في باله، شوف ترى مو سؤال إضافة بس، أنا عارف. ها مش مهندس عندك تعليق ولا ما عندك؟ أبد أبد والله أبو فهد الرودري. أي يامر صح؟ هو عنده تعليق بس. يامر. قول يا باشمهندس. انا اعتقد اشوف اخوي عبد العزيز الله يوفقك، الفكره جميله، وانا اعتقد مهما وصلت في التطوير لها ستظل في تحديات تواجهك،
وتحتاج منك تعيد النظر في الحل لها. أنت قاعد تسوق تطبيق لأكثر من طرف، للوالد وللابن، وزي ما قلت لك المرة الماضية ممكن حتى أطراف أخرى ممكن تستفيد منه، ولذلك خليك مستعد لأي تحدي يظهر مع أي طرف من الأطراف اللي تخدمه أو يخدم التطبيق، أنك تعالجه بما لا يضر بالأطراف الأخرى. شكرا لك، يعطيك العافية عبد العزيز الشنقيطي، بالتوفيق لك. الله يحفظك. طيب الآن الفكرة